السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نسجل اليوم مع بعض درس جديد من دروس بريتشو سكسس جريد 4 يونت 10. هناخد اليوم ليسن 3. معانا الطالبة سما شريف كالعادة عشان تقرأ معانا الكلمات وتحل التدريبات. اليوم هنتكلم عن درس جديد بيتكلم عن حقائق في يوم طالبة إماراتي. عندنا مثلا أول شيء هناخد المفردات اللي هي تتكلم عن نوع الطعام اللي هي ممكن تتناوله وقت الفطار. أول كلمة معانا يا سما هي شباب شباب، وده نوع من أنواع الخبز. احنا زي ما احنا شايفين بيكون بجانبه بعض مثلا العسل أو الجبن. بعدين عندنا تاني كلمة وهي حميدة خميرز. خميرز برضه نوع من أنواع الخبز. يبقى عندنا شباب خميرز. نقول تاني يا سما، شباب حميد نقرأ الجملة اللي تحت. مونا usually eat شباب and خميرة for breakfast. عند خميرة for breakfast لوجبة الإفطار. But her favorite food is هاريز. هاري نقرأ الجملة تاني. But her favorite food is هاري. الطعام المفضل ليها هو هاريس، والهاريس عبارة عن وجبة مكونة من الطحين واللحم المهروس وكمان عليها أوليف. دلوقتي هنروح ل lesson 3 personal fact 5. fact 5 يعني ملف حقائق، و personal يعني شخصي، ملف حقائق شخصي يعني بنتكلم عن كل شيء يخص منى. نقرأ يلا يا سما. And so there are 30 students in a class. Mona is 30 student in working. class. في 30 students يعني في 30 طالب. نكمل. Mona is 12 years old and lives with her parents. Her sister, her brother, and her grandparents. Near Fujair. Near Fujairah in the UAE. Her house is small and very old. يبقى منى عندها 12 سنة. الأول نترجم، عندها 12 سنة وبتعيش مع her parents، مع أبويها، her sister أختها، her brother يعني أخوها، and her grandparents وجدتها، جدها وجدتها. near Fujairah يعني بالقرب من الفجيرة، in the UAE في دولة الإمارات. her house is small and very old. بيتها صغير وقديم جدا. نكمل. She always woke up early for morning prayers. She always wake up early for morning prayers. بتصحى مبكرا لصلوات الصبح أو صلاة الفجر يعني. She washes her face and hands after prayer. يعني الأول بتغسل إيديها ووشها كأنها بتوضى يعني، و after prayers بعد الصلوات اللي بيحصل. She changed كانش يعني بتبدل to her school uniform. زي المدرسة. She had something to eat for breakfast. Usually شباب and خميرز. Or خميرز. يعني يا إما شباب أو خميرز. But her favorite food is hareem. She catches the bus to school. Chat with is about half an hour away. Mona starts school at 8 a.m. There are 26 students. هي بتلحق كلمة كاتش، المفروض ان هي بمعنى يمسك، ولكن مع المواصلات بتعتبر معناها يلحق الباص الى المدرسه، which is about half an hour away يعني على بعد نصف ساعه. منى starts school at 8 a.m. يعني تبدا المدرسه الساعه 8 صباحا. a.m. يعني اختصار الكلمه صباحا. there are 26 students in her class يعني عندها 26 طالبه في الصف. كمل. Mona's favorite subject is science.
المادة المفضلة هي العلوم. When she is older, she wanted to be a scientist and discover new things to help people. لما تكبر هي عايزة تكون scientist عالمة and discover وتكتشف new things أشياء جديدة to help people لتساعد الناس. Read the text and answer the questions. هنقرأ ونجاوب على الأسئلة. What is the girl name? البنت اسمها إيه؟ منى. يبقى نقول الإجابة كاملة. Her Her name is Mona. Okay. لسه ما فيش شات. اوكي يعني احنا كنا بنقرا كل ده بدون شات. What is the girl name? Her name is Mona. How old is she? 12, she is 12 years old. Where does Mona live? She lives near Fujairah. What is her favorite subject? Mona's favorite subject is science. Science. تمام. Ask another answer questions about your partner. يعني هنسأل المفروض تسألي صديقتك في الصف. Complete the fact file. تعالي نعمل التدريب ده عليك انت. تمام؟ يعني مثلا هنكتب name. Your name is Sama. Name Sama. Age عندك كم سنة؟ How old are you? 10 years old. Favorite subject. المادة المفضلة. ايه اكتر مادة مفضلة عندك؟ English. اوكي. Brothers and sisters. عندك كام اخ كام اخت؟ One brother and one sister. اوكي يبقى هنقول a brother and a sister. A brother and a sister. Favorite food. الأكلة المفضلة عندك؟ بيتزا. بيتزا. اوكي. City أو town يعني المدينة. شارجة. 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 اوكي. طبعا ده هنطبق التدريب ده على اي حد في الصف، وكل حد بيعبر عن نفسه وعن معلوماته والاسم والسن والماده المفضله وهكذا. اوكي دلوقتي نروح لكتاب الاكتيفيتي lesson 3 personal fact file. Look at the fact file on page 186 of your learner's book. Complete the sentences about you and your partner. طبعا هيبقى فيه مقارنه بينك وبين صديقتك. مثلا ماريا اند اي ار بوث 10 years old. كده طبعا احنا قلنا كلمه بوث يعني كلاهما، كلمه اند يعني ايه؟ يعني و، وكلمه تو يعني ايضا، وكلمه بات بمعنى ولكن، ومستخدمه عند ايه؟ عند الاختلاف. يبقى نقول تاني كده، عندي كلمه بوث يعني كلاهما، كلمه اند يعني و، كلمه تو ايضا. كلمة بوث بتيجي بعد زي ما احنا شايفين اهو، ماريا اند اي ار، المفروض تبقى بوث بتيجي بعد الفاعل لما يكون اثنين. اما لو قلت اند زي ما هو موجود هنا، ماريا اند اي بحطها في النص وهي بالفعل موجودة في النص. كلمة تو بمعنى ايضا، ودي بتيجي في نهاية الجملة. اما كلمة بات بتيجي في منتصف الجملة بالظبط عشان تعبر عن اختلاف في الافعال، في حد بيحب شيء بات الثاني ما بيحبش نفس الشيء. طيب تعالي نفكر في كم من جملة كده عنك وعن مثلا صديق. اوكي ماريا اند اي ار بوث، المفروض تبقى بوث 10 years old. I like، يلا نفكر كده في جملة. مثلا انت قلتي I like pizza. اوكي I like، هنكتب هنا I like pizza.
شوف الأول إذا كان يعجبه أو لأ، مش هيعجبه. I like pizza. لو صديقتك مختلفة معاكي فهتقولي but، احنا قلنا عند الاختلاف نستخدم كلمة but، ولكن نختار اسم مثلا وليكن سلمى، but سلمى likes، طبعا بما ان سلمى مفرد فهنحط اس للفعل، likes مثلا برجر، يبقى عند الاختلاف بنستخدم but، ادي اول كلمة. طبعا المفروض صح نكتبها تحت but my، مش مشكلة نكتب but my friend likes burger هنا. اوكي ما انتبهتش ليها، خلينا نعيدها تاني. I like pizza، ونستخدم كلمة but هنا، my friend likes burger بالشكل ده. طيب my friend is is مثلا وليكن نقول طويل، يعني ايه my friend is taller than me، هنقول بس طول، my friend is tall. عايزين نستخدم كلمة and، and نحط لها دائرة، and I am tall، وهنستخدم معاها كلمة ايه to، يبقى لما نكون متشابهين ممكن كمان نستخدم كلمة to، and I am tall to، يبقى كده حطينا كلمة to في نهاية الجملة، to بمعنى أيضا وتيجي في نهاية الجملة، إنما كلمة but بمعنى ولكن وتيجي في منتصف الجملة. مش أنت المفروض تحول to كمان؟ نعم؟ مش أنت المفروض تحول to؟ tall؟ لا to حولها ازاي؟ حوطها. اوكي صح مظبوط، هو المفروض كمان ان اكتب هنا، اكتب اند كمان عشان ابين الجمله اكتر، اكتب اند جنبها، والافضل نكتب ايه my friend is tall and I am tall too. طيب تعالي بقى نفكر في حاجه تانية باستخدام، مثلا احنا استخدمنا but واستخدمنا and واستخدمنا to، عايزين نستخدم both، هنقول I and my friend both. شفت استخدمنا كلمة المفروض نكتب ار الأول، are both، are both بنعمل ايه؟ وليكن مثلا like، ونستخدم مثلا مادة دراسية like مثلا art الرسم. يلا هديك فرصة تفكر في جملتين. I ايوه لايك like. خلينا نفكر في الرياضة، الرياضة I like. أي رياضة تحبي؟ Ride a bike. I like riding. طالما فعلين ورا بعض يبقى I like riding. Riding bikes أو a bike، خليها مفرد. وبعدين هنستخدم and ولا but؟ But my friend didn't like to ride a bike, riding a bike. تنفع صح؟ اوكي but my friend، بس خلينا نقول ان هي بتحب حاجة تاني، but my friend likes، بتحب ايه مثلا؟ بتحب likes swimming مثلا، السباحة، بحيث ان احنا نكون الجملة شوية كرييتيف او فيها ابداع. كمان جملة I مش لازم لايك، ممكن نغير I
wife. ممكن نقول I am in grade 4 and But لو قلنا but يبقى هنقول ان هي في صف تاني. اوكي but my friend in grade 6. But my friend in grade 6. Very good. يبقى احنا كده انهينا التدريب باستخدام الكلمات اللي معانا اللي هي both يعني كلاهما and يعني و to يعني ايضا و but بمعنى ولكن ونستخدمها مع الاختلاف في الاراء. Now draw a picture of your partner favorite food. هترسمي صورة للتدريب الأخير رسم صورة للطعام المفضل لصديقتك. هتختاري أو تسأليها هي بتحب ايه وبعدين ترسميه في البوكس ده. كده نكون وصلنا لنهاية شرح الدرس الثالث. شكرا سما، نراكم في فيديو جديد. مع السلامة.